بلى و ده 15. عامل في نفسك كده ليه؟ هو انت اللي موتها؟ لو كنت بلغت البوليس ساعة ما انقذتها ما كانتش ماتت. الموت مكتوب علينا كلنا وكل شيء وله سبب، لكن انا السبب. انا جبان سلبي من اول صدمة في حياتي، استسلمت وسبتهم يرفدوني. لو كنت حاربتهم كان زمان دلوقتي في مركزي الاجتماعي، كان المختلسين هم اللي اترفدوا. وعملت في سلمى زي ما عملت في نفسي، لكن النهارده انا اتعلمت لازم احارب شفيق. لا، شفيق ده قتال قتل، مالنا احنا وماله؟ ومال احنا كنا من بقيه اهلها؟ ما ابوها ياخد بطارها. ما فيش غيري يعرف سرها. لازم ادور على الدليل اللي يحط حبل المشنقه حوالين رقبه شفيق عشان ضميري يرتاح. ها؟ واحد يستفيد ايه؟ لو كل انسان حارب الشر الدنيا كلها هتبقى خير. طيب روح شوف مين. هيكون مين يعني؟ تلاقيه الواد صابر بتاع الزبادي. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، انا حنان اخت سلمى، ممكن اطلع؟ الحمد لله. وحضرتك تفضلي. بيقولوا ان حضرتك كنت موجود مع اختي ساعة الحادث. وللاسف ما قدرتش امنع ارتكاب الجريمة. ممكن اعرف ايه اللي حصل بالظبط؟ البوليس عارف كل حاجة. القضية اتأيدت ضد مجهول. كانت شبهك بالظبط. ما احنا توأم. كنت بتحبيها؟ كانت اعز انسان عندي، ولو اننا كنا بنتفاهم مع بعض بالجوابات بس. يعني كانت بتحكي لك اسرارها؟ مفيش في حياتها اسرار. يبقى ما كانش في بينكم تفاهم، او بمعنى اصح ما كانتش بتحكي لك كل حاجه. اللي اعرفه انها كانت بتحب واحد اسمه شفيق وخدعها. الضحايا من نوع اختك كتير. حضرتك مخبي عني ايه؟ الكلام اللي كانت سلمى ما بتقولوش في الجوابات. طب ممكن تقوله لي انت؟ ده سر انسانه ماتت، لازم احافظ عليه. يعني مقابلتي انتهت، امشي. لو كان ممكن تساعديني. المسألة أخطر من موت أختك بكتير. لو ما اتحركناش في ضحايا كتير هتموت. يعني انت عارف اللي قتل اختي؟
طب ليه مش عايز تقولي عليه؟ مفيش داعي اقولك على حاجات